شوارع بغداد هذه الأيام اختلفت بتخضيراتها وأشجارها الخضراء المتزينة بطرق مختلفة. استعدادات كبيرة للمواطنين وأصحاب المحال والمراكز التجارية الذين تنافسوا على تقديم ما هو جديد وجذاب وبطرق مبتكرة. كاميرا الحرة تجولت في بغداد بجانبيها الرصافة والكرخ لترصد أغرب ما موجود من أشجار نصبت، وأولها كانت لمركز تجميل كانت من الخشب وزينت بأدوات تجميل. بنت عمرها 3 سنين من جت للعراق، فقالت لي ماما يعني دائما نسمع الحروب ودائما نسمع الخراب بالعراق وهذه، فقلت لها تعالي نروح على بغداد ونشوف اراويك يعني المولات، اراويك الاجواء، اراويك الاماكن الحلوه. شفت يعني انه هنا اكو نفس الاحتفالات ونفس الاجواء، ويعني اكو امان والمواطن عنده استعداد انه يحتفل بهيك اجواء. وبغداد حلوه من الاول وان شاء الله بعد احسن واحسن ان شاء الله. مواطنو بغداد يستعدون للاحتفال واستقبال عام 2018 بتزيين واجهات المحال التجارية والمركبات والشوارع تزامنا مع تحقيق الانتصارات وتأمين الأراضي العراقية بالكامل، فضلا عن استعدادهم مشاركة الاحتفالات مع أبناء المكون المسيحي. هي حلوة يعني كل من قام يطلع قابليته وال يتفننون حلوه يعني افكار يعني متنوعه صارت كلش حلو هيك شيء يعني هذه يشجع انه ناس تنافس ناس اي صحيح اي ينطف الجو حلو يعني. مواطنون وجدوا ضروره مشاركه امانه بغداد بالتعاون مع المواطنين في تقديم افكار متنوعه لتزيين الشوارع لمواكبه الاحتفالات الرسميه اسوه بالبلدان الاخرى. يواكبون هالمناسبات والاحتفالات، المفروض اكو فد عرض ما يقل عن اللي يشوفوه بالبلدان الاخرى والاماكن الاخرى، المفروض هذا الظل بهذا الشكل. احتفالات وكرنفالات ستقام في اماكن مختلفه من بغداد وبقيه المحافظات في صوره تعكس مدى رغبه العراقيين التمتع بالحياه في كل مناسبه. افترشت الأرصفة بأشجار الميلاد وغطت أوراقها واجهات المحال التجارية لتصبح سمة عامة تسود خلالها روح أعياد رأس السنة للعراقيين الذين ينظرون لهذه المناسبة مصدر فرح وفرصة للتقارب والتأكيد على وحدة المجتمع في وصفها العامة. من بغداد خمار الكاتب الحرة.